أهلنا وحريمنا ونسائنا وبناتنا جزاهم الله خير. ومعنا أيضا منسق الأستاذ إبراهيم سليمان الأسر المنتجة، مسؤول الأسر المنتجة في الحي. طيب عموما أنت برضو هنا، أنا ودي بس أشرح لكم بعض الشيء اللي جايبينه جزاهم الله خير. الأستاذ إبراهيم سليمان يعني هو فاتح له مطبخ، صح ولا لا؟ هذا اللي سمعته. تسمح لي أبو في الحي، ها تفضل. أخونا إبراهيم طبعا هو طالب في كلية التقنية وفقه الله، ما شاء الله، وموظف المساء ويشرف على المشروع. يا سلام. من الشباب اللي يعتبر نموذج للشباب المكافح وللشباب السعودي. الله يجزاه خير، نتمنى له التوفيق. اللي يشوف هالقدر يعرف انه شاب مكافح اصلا. والله جزاه الله خير. هذا القدر خلفه شاب مكافح، لازم. هو لديه مشروع رائد الان في وضع الاسر المنتجه تحت مظله، وايضا محاوله يعني ان يكون كما يقال دقيقنا وعجيننا مع بعض. سمننا في دقيقنا. نعم، سمننا في دقيقنا، بحيث انه يصبح الاهالي على تواصل مع الاسر المنتجه من خلال تطبيق لديهم اللي هو تطبيق ما شاء الله انعام. نعم، الله يقويهم. هذا شغل إبراهيم السليمان. طبعا أكيد الشباب بينشرون الرقم. إبراهيم جزاه الله خير، يستاهل، يستاهل الدعم والوقوف. خيرات يا ربي لك الحمد. لكن دائما كلمة أقولها وارددها، بناتنا ونسائنا إذا ما دعمناهم وهلنا وأسرنا في بيوتنا خلونا نشتغل. الآن بعض الكبار السن أو بعض حتى البنات جالسات في البيت، سناب ورايح سناب جاي، اشتغلوا وترزقوا، والله هذا خير قادم. ايضا بشرح يعني، اسمحوا لي ايضا، هل الحافظه وش دي ابراهيم؟ هذه جريش. ما شاء الله تبارك الله، هذا حق العيد، هذا جريش طيب. ما شاء الله ما شاء الله، وريح البزار ما شاء الله ما شاء الله. حتى مخرجنا استاذ اشرف، عارف ايه ده؟ ده بيسموه جريش اهو. وايضا الاسر المنتجه اللي مشاركين معنا جزاهم الله خير. عندنا الآن أم عصام. الله 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 الله، إيش الشغل ذا يا أم عصام؟ كبة، كبة بهالشكل ما شاء الله تبارك الله. أيضا أرقام التواصل بتكون على الشاشة، وأيضا هنا مسخن ما شاء الله مع الصوص الخاص بها. الحقيقة شغل نظيف، نلقاه بأرقى المطاعم من ناحية التغليف والنظافة وكل حبة لحالها والترتيب والتهيئة أيضا والعرض لها. فيستاهلون الحقيقة دعم جزاهم الله خير. وأيضا كوكيز ورق عنب، جزاهم الله خير في كل ما أحضروه وشاركونا في هذه الحلقة. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.